الهجوم الجامد ده بالراحة 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 بالراحة. انا بستعمل بودرة الاطفال لكذا حاجة، فبقول لكم في الفيديو عشان انا والله العظيم مخضوضة من كتر حرام عليكي ده بتجيب مش عارفة ايه في الوش، والله اتخضيت من الكلام، كلام صعب قوي. اولا دي بودرة اطفال مصرية، بتبقى معايير الجودة بتاعتها عالية جدا لانهم بيصدروها بره، وثانيا دي عمر طفل يوم، فالموضوع مش هزار، ده طفل يوم، فبيلعبوش في بصراحة مبيلعبوش في اي حاجة. ولو بتجيب امراض اول الناس احنا هنمنعها، يعني ليه هناخد حاجة فيها امراض؟ دي بودرة اطفال بتمنع الالتهابات وبتمنع الحبوب وبتمنع حاجات كتير اوي. بس انا استعمالاتي مختلفة، يعني انا في الصيف مثلا بحط مزيل العرق، اوكي، بعد مزيل العرق بحط شوية منها كده على ايدي وطبطب، عشان انا ما بحبش شكل العرق في الهدوم خالص، ما بحبش تبقى مبلولة كده، ما بحبش المنظر ده خالص. تاني حاجة بحط ليب جلوس، على الليب جلوس بتاع شفايفي بحط روج، واثبت الروج بدي، مش اثبت الروج بلوس باودر ب 500 جنيه بصراحة، لا انا بحط دي وبتثبت اكتر وجميل اكتر وامان اكتر، لان الميك اب مهما كان فيه كيميكالز، اوكي، وبحطها ساعات على وشي قبل الميك اب، قبل الميك اب لو عايزه الميك اب يقعد فتره طويله جدا جدا، وانا بشرتي دهنيه تمام، فبحطه على وشي قبل الميك اب واستنى شويه كده وشي يشرب، بتمنع الرطوبه، ممكن ساعات فوق الميك اب حسب الظرف اللي انا رايحه.